الكرام في أشواطنا وتحديات هذا الصباح، في انطلاقات هذا الصباح وتحديات أشواطنا متواصلة منطلقة بسن الإذاع والإبداع في هذا الانطلاق. ينطلق الشوط الخامس عشر، يحمل كذلك في طياته الجعدان المحليات الأصايل في هذا المسار وهذا الصباح الجميل، ويحمل شعارات عديدة تشارك وتتنافس على الفوز وعلى الناموس. نسير مع المركز الأول، وهذا شاهين بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري يقود الشوط بعد الانطلاق. وفي البداية يلي في المركز الثاني سراب لمحسن بالطماطم بالحمد العامري، يأتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذا هو شاهين، هذا شاهين في المركز الثالث. أحمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي يتقدم على ثالث المراكز، المركز الرابع رابع المراكز وهذا شاهين لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير، أو بنشوف لا شاهين هذا لأحمد بن ضعيف بن سيف الشامسي، لأحمد بن ضعيف بن سيف الشامسي يقدم في هذه اللحظات ويتقدم على المركز الرابع في هذا المسار، بينما المركز الخامس هذا تواجد الذيب محمد بن سالم بن محمد العفاري يتقدم في المركز الخامس، بينما سادس المراكز بنلقى في مكرم لعوض بن خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، يأتي مع مكرم في هذا الانطلاق وهذا هو نايت، يأتي في هذه الانطلاق فلاح بن ناصر بن مصرح الحبابي يقدم نايت اللي يأتي في هذا الانطلاق على المركز السابع في هذه الانطلاق. نشوف المركز الثامن المراكز وهذا يتواجد في شاهين لخميس بن محمد بن خصيبه الظاهري، والمركز التاسع بنشوف التاسع والعاشر، بنكمل النداء للعشر المراكز. المركز التاسع هذا وصل فيه مشاهدي الاعزاء عجيب لسلطان بن عبد الله بن دميثان القمزي، ياتي في هذا الانطلاق، بينما المركز العاشر وهذا هو عتيم لراشد بن سعيد بن حمود بن محمد العفاري. هذه النتيجه للعشر المراكز من هذا الشوط، وهو الشوط الخامس عشر في اشواط صباحي هذا اليوم، بالاثاره وبالحماس بالانطلاق في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع الشيق والجميل، فانطلاقات ميدان وتحديات المرموم هنا على أرضية هذا الانطلاق. يا سلام، سن الإذاع سن الإبداع والإمتاع الذي تنطلق فيه هذه الأسماء وهذه الشعارات. نعود مرة ثانية بعد نكمل النداء، ندانا للعشر المراكز، عودتنا مرة ثانية إلى التغييرات إلى التبديلات إلى التنافسات والتحديات الجميلة الحاضرة في هذا الميدان. وهذا شاهين على المركز الأول، بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري يتقدم بالمركز الأول ويقود الشوط ومساره حتى هذه اللحظات. سراب محسن بالطماطم بالحمد العامري يأتي في المركز الثاني ويقدم لنا سراب انطلاقه، بينما المركز الثالث وهذا شاهين في ثالث المراكز، وأحمد بن ضعيف بن سيف الشامسي يتقدم على المركز الثالث في هذا الانطلاق والاندفاع. المركز الرابع نشوف شاهين حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي على رابع المراكز، تناثر الشوط وبدأت الانطلاقات وبدأت كذلك التحديات في 6 كيلومترات مع الإذاع في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل والرائع في ميدان المرموم. يا سلام يا سلام يا سلام، تحديات جميلة وانطلاقات
وأداء جميل في هذه الأيام الجميلة، اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة، في هذه الفرحة الذي تبهج الجميع في هذا اليوم وفي هذا الاندفاع بانطلاقاتنا بتحدياتنا بانطلاقة هذا الصباح. نسير مع المراكز الأولى وعودتنا عبر شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. يا سلام، المركز الأول، المركز الأول شاهين، شاهين على مقدمة الشوط، شاهين على مقدمة الشوط في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري على المقدمة مع لوحة الاثنين كيلومتر، الاثنين كيلومترات، الأربع انتهت وتبقت اثنين كيلومتر، والاثنين أيضا المتنافسين المنطلقين. والمركز الثاني هذا سراب لمحسن بالطماطم العامري، يأتي في المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث. أشوف اللي بيتقرب من الثنينة، من الثنينة، هذا شاهين، هذا شاهين أحمد بالضعيف بن سيف الشامسي يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع وهذا عجيب لسلطان بن عبد الله بن دميثان القمزي، يأتي في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع بانطلاقاته وتحدياته. وهناك أيضا اللي هو شاهين لحمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي. نعود إلى المراكز الأولى في التنافس والأثار، الاثنين لا زالوا يقدمون كل ما هو جميل، كل ما هو رائع في انطلاقات هذا الصباح. يا سلام، يا سلام، ما بين الإذاعة لوحة الإعلان، 1200، 1200، والرقص لا زال تحت أقدام شاهين، شاهين يسيطر، بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، ولكن دير بالك من بالطماطم العامري، العامري ياتي سراب، سلالة سراب محسن بالطماطم بن حمد العامري يتقدم على المركز الثاني. الاثنين زادت سرعتهم بعد لوحة الإعلان، بعد لوحة الإعلان، ولكن الله، يا سلام، قلت لكم أن الاثنين، الاثنين ما شاء الله، سراب وشاهين، شاهين وسراب، سلالة، والله سلالة عريقة جميلة، شاهين وسراب، شاهين وسراب، يا سلام، يا سلام، شوف 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 الرقص بدأ عاد شاهين، عاد شاهين، عاد شاهين، عاد شاهين بن غالب المنصوري، بن غالب المنصوري، نعم، بن غالب، بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، ومحسن بالطماطم العامري مع سلالة سراب، سلالة سراب ما شاء الله، شوف 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 الأمتار الأخيرة، شوف سراب ماذا يفعل سراب بالانطلاقات بالتحديات، خلاص 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 خلاص، وين السلامات عناوية، والهيار الهيار الهيار، سلامي عليكم يا هالي الهيار، سلامي عليكم يا هالي الهيار. هناك مع هذه الانطلاقات وهذا سراب محسن بالطماطم بن حمد العامري، تهانينا لك على فوز سراب، واداء شكل واداء جميل كذلك في الامتار الاخيره ونهايه جميله، تهانينا، يستاهل، يستاهل محسن بالطماطم بن حمد العامري هذا الفوز وناموس. ايضا شاهين قدم اداء جميل، بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، والمركز الثالث، الاثنين دعوا مسافه وجعلوا مسافه بينهم وبين بقيه المراكز، ونشوف هذا المركز الثالث وصل في هذه اللحظات، شاهين لحمد بالضعيف بن سيف الشامسي، والمركز الرابع هذا اللي هو عجيب لسلطان بن عبد الله القمزي، والمركز الخامس وصل فيه مشاهدين الاعزاء وهذا هداد لحامد بن سالمين العامري. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق 9 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، هذا التوقيت الزمني لسراب. تهانينا محسن بالطماطم بن حمد العامري، تهانينا على الفوز وعلى الناموس، وسلام لأهالي الهيار. 9 دقائق 13 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، شاهين في المركز الثاني، بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري اللي وصل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، بنشوف توقيته، بنشوف على الشاشة
التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء. التوقيت الزمني 9:28 6 اجزاء من الثانيه. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك احمد بضعيف بن سيف الشامسي.